ازيك يا سناء، ولا عاملين ايه؟ تعالوا بقى نحل مع بعض اللي هنا التدريب التاني اللي هنحله دلوقتي. خلاص، وطبعا هنبدا دلوقتي بسؤال ايه؟ الديالوج. طيب احنا زي ما كنا قايلين ان احنا بنقرا الديالوج كله مره واحده عشان افهم الفكره بتاعته، اخمن الاجابات واعرف من تصريف الافعال الزمن بتاعي. طيب هنا يارا بتتكلم مع ياسمين، فار بتقول لها واتس يور فيفرت هوبي، ايه هوايتك المفضله يا ياسمين؟ قالت لها اتس بلاينج. انا دلوقتي لحد دلوقتي مش عارفه، يمكن لما نكمل قرايه نعرف. قلت لها wonderful. space do you play it؟ قلت لها I play chess. يبقى احنا هنا عرفنا هي بتلعب ايه بقى؟ شطرنج. يبقى في number one فوق يبقى it's a. it's playing ايه بقى؟ it's playing chess. خلاص؟ طب wonderful. قلت لها I play chess on Fridays. what about you؟ يبقى كده هنا بتقول لها ايه؟ كم عدد المرات او امتى؟ يعني مثلا ممكن هنا فوق في number تقول لها ايه؟ how often do you play it؟ بتلعبيه كم مرة؟ خلاص، او when do you play it او امتى بتلعبيه. فكانت الاجابه هنا I play chess on Fridays. what about you؟ تقول لها ماذا عنك انت؟ تقول لها I like a books، اكيد قريت الكتب، يبقى I like reading books. وكنا اخدين راجع مع بعض بسرعه، كنت قايله في الفيديو الاولاني ان زي في مجموعه من الافعال الverbs بتاعتي لما بيجي بعد منها verb هي كمان بيتضاف له ing، زي like hate يكره، love يحب، enjoy، mind يمانع، وهكذا. فهتبقى I like reading books. طيب فياسمين بتقول لها what kind of do you like؟ قالت لها adventure books، يعني كتب المغامرات. فاكيد فوق بتسألها على نوع الكتب، يبقى what kind of books do you like؟ قالت لها adventure a books، كتب المغامرات. طب number 5 تسألها هنا سؤال do you like them؟ قالت لها because they are exciting، عشان هما مشوقين وممتعين. طب لما كنت الاقي الاجابه عندي because او to والverb في المصدر، لما كنت الاقي بادئين بالاتنين دول كان سؤالي فوق ايه؟ why، لماذا؟ يبقى why do you like them، ليه بتحبيهم؟ قالت لها because ايه؟ they are exciting، عشان هما ايه؟ مشوقين. قالت لها you are right، عندك حق، انتي على صواب. خلاص، يبقى عرفنا هنا دلوقتي حل سؤال الديالوج ده. طب نيجي بقى للسؤال اللي بعديه، اللي هو سؤال ايه؟ اللي تشوز. طيب هنا السؤال اللي تشوز number 1 بيقول لي in Egypt، في مصر ال students الطلاب space go to school on Fridays. طبعا احنا اكيد هنا في مصر ما بنروحش المدرسه يوم الجمعه. طيب ايه هنا اللي هيفيد بقى؟ ايه ظرف التكرار اللي بيفيد النفي؟ يبقى ايه؟ مين هنا؟ never. يبقى in Egypt students never go to school on a Fridays. لكن بقى الاختيارات معنى ان الحاجه دي بتحصل، واحنا هنا ما بنروحش يوم الجمعه المدرسه، يبقى ايه؟ هنختار B never. طب number 2 my father's sister is my، اخت بابا تبقى ايه بالنسبه لي؟ عمتي، صح؟ يبقى is my aunt. number 3 طيب يقولي a space is a group of people who play music together، مجموعه من الناس بتلعب مزيكا مع بعض، بمين دول؟ الباند. number D هنا الفرقه الموسيقيه، يبقى a band is a group of people who play music together. طب نكمل الباقي. طيب number 4 يقولي there much water on the floor of the bathroom، عايز اقول لي هناك الكثير من الميه على الارض في الحمام. طيب احنا كلمه water ما بتعدش، وماتش كمان بتيجي مع الكميه مع الحاجه الغير معدوده، يبقى انا اكيد ايه هنا؟ شور هاخد مين؟ يبقى there is much water. خلاص. طيب number 5 last year السنه اللي فاتت we went to Aswan and bought some to remember. اول ما يقول لي to remember the places we visited، الحاجات اللي كنا بنشتريها عشان نفتكر المكان اللي كنا مسافرينه او رايحينه. خلاص هنا اعطيني prizes جوائز، awards برضو جوائز، presents هدايا، وsouvenirs برضو هدايا تذكاريه، بس انا هختار هنا مين؟ souvenirs، لان souvenirs هنا كانت الهدايا التذكاريه اللي انا بجيبها to remember the places we visited. يبقى انا هختار ايه؟ D souvenirs. طب number 6 they are taking I am sending you one of their photos now، وما بياخدوا ايه دلوقتي؟ انا هرسل لك واحده منهم. يبقى they are taking a selfies، بياخدوا ايه؟ صور سيلفي. خلاص. طب number 7 my friend Omar his homework now، من كلمه now هنا انا عرفت انا في زمن ايه؟ ال present continuous، صح؟ مضارع مستمر. يبقى انا هختار مين؟ is doing، لان انا كان بيتكون من ايه كده؟ من am و is و are و verb plus ing. فيبقى هنا my friend Omar is doing his homework now. طب number 8 بيقول لي هنا students الطلاب should follow the school، لازم يتبعوا ايه الحاجات اللي تبع المدرسه اللي لازم يتبعوها؟ اعطيني rules 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 rulers
لا هنختار طبعا ايه اول واحدة اللي هي rules القواعد، لكن rules هنا بمعنى ادوار، ورولز التانية هنا بمعنى دوائر او ملفوفات، ورولرز التانية معناها مساطر او ايه او حكام. يبقى انا هختار طبعا ايه الاولى rules. طب number 9 بيقول لي a person makes good decisions، شخص بيتخذ القرارات الصائبة او الجيدة. يبقى مين ده؟ a sensible الشخص الحكيم. طب number 10 he goes to school by bike، يبقى he likes ايه بيروح المدرسة بالعجل. يبقى هو كان بيحب بقى ايه ركوب الدراجات بمعنى cycling، يبقى he likes ايه cycling. طيب هنا السؤال read and correct. number 1 my friend is very kind I like his very much. طبعا his غلط طبعا، لان his هنا صفة ملكية او ضمير ملكي. طب هنا ما ينفعش اقول his، يبقى انا عايز ضمير ايه؟ ضمير مفعول طبعا. طب ضمير مفعول من he يبقى ايه؟ him. يبقى I like him very much. طب number 2 I visit lots of interesting places when I was young. قلنا كلمة أو التعبير expression when I was young ده بتاع past simple صح كده؟ ماضي بسيط. يبقى I visit هنا هترجع ايه؟ visited. يبقى I visited lots of interesting places. طب number 3 there are any vegetables on the table. هنا في any وR غلط طبعا غلط. احنا واخدين هنا any بمعنى أيا بين، بتيجي في مكانين، يا إما جملة استفهامية أو سؤال يعني استفهام خلاص، أو يبقى جملة بتاعتي منفية. طب هنا معناها إني بتفيد النفي، إن مفيش لا يوجد أي من الخضروات على الترابيزة. يبقى there are ولا are تطلع aren't، تبقى aren't. يبقى are هنا تطلع برا إيه aren't. there aren't any vegetables on the table. طب number 4 my father have got a mustache. والدي عنده شنب. أوكي طب have دي مع صح معناها يملك او لديه، بس كانت بتيجي مع السبجكت مثلا يكون مفرد اسم مفرد، لا ما ينفعش. امال مين اللي تيجي مع اسم مفرد بنفس المعنى has؟ يبقى my father has got a mustache، يبقى have تطلع بره ايه has. خلاص كده. طيب احنا كده خلصنا تدريب ايه بتاعنا. يبقى معادنا برضو زي كل مره في اخر تدريب بتاعنا بندي احنا بقى ايه تدريب كهومورك انتوا تحلوه مع نفسكم فين في البيت. خلاص